بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. وألقيت عليك محبة مني ولتصلع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. واصطنعتك لنفسي.
اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وكان حدث سبق لسان في المرة السابقة حيث قلت أن موسى لم يقع في قلبه شيء من الخوف قط، هذا خلاف نص القرآن، وإنما موسى عليه السلام لم يجبن قط عن إبلاغ أمر ربه عز وجل، أما أنه وقع في قلبه خوف ففطري طبيعي فهذا متكرر في القرآن الكريم. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا ويطغى، فأوجس في نفسه خيفة موسى خرج منها خائفا يترقب، ولكن هذا الخوف ليس جبنا لأنه يزول، إنما هي خواطر تزول بالتوكل على الله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى فلما أتاها نودي يا موسى، قال يقول تعالى فلما أتاها أي النار واقترب منها نودي يا موسى، وفي الآية الأخرى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله، وقالها هنا إني أنا ربك أي الذي يكلمك ويخاطبك. فجمع بين الآيات التي تدل على أن الله خاطبه بوصف الربوبية والألوهية، إني أنا الله ربك لا مانع من هذه المواضع المختلفة من القصة، كل كل لفظ منها وكل آية منها حق قد قالها الله سبحانه وتعالى، وإنما ذكر جزء في موضع وجزء في موضع آخر. فذكر خطاب الربوبية في هذا المقام المضاف، ذكر لفظ الربوبية اسم الربوبية مضافا إلى ضمير المخاطب المفرد إني أنا ربك يدل على مزيد اعتناء ورعاية وعناية، والمقام مقام تذكير بعناية الله عز وجل لموسى عليه السلام، وهو أحوج شيء إلى ذلك في هذا المقام العظيم الذي كلف فيه أن يأتي أعظم الجبابرة كفرا وطغيانا فرعون. فكان ذكر نعم الله عز وجل عليه اختصاصه وذكر اختصاصه واختصاص موسى عليه السلام بأنواع الخيرات وأنواع الإصلاح، لأن الرب المصلح لشأن غيره، وكما ذكرنا خصوصية موسى عليه السلام في الإصلاح أعظم، ولذلك كما ذكرنا ذكر رفض الربوبية مخاطبا مضافا إلى ضمير المخاطب وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، إني أنا الله رب العالمين، ولا تعارض كما ذكرنا، لكن هنا في ذكر خصوصية موسى عليه السلام ونعمة الله عز وجل عليه، والمقام مقام تعديد لنعم الله على موسى عليه السلام. إني أنا ربك أي الذي يكلمك ويخاطبك فاخلع عليك. قال علي بن أبي طالب وأبو ذر وأبو أيوب وغير واحد من السلف كانت من جلد حمار غير ذكي، غير مذكى يعني، لأن الحمار لا يؤكل، فلم يكن طاهرا على هذا القول يعني، قد يكون ذلك في شرع من قبلنا إن صح ذلك عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وإلا فالصحيح في هذه المسألة أعني طهارة الجلود بالدباغ أنها تطهر إذا دبغت، ومعلوم أنه لا يتمكن من صنع النعل إلا إذا دبغت ونففت،
والصحيح طهارة جميع أنواع الجلود إلا الخنزير. طهارة جميع أنواع الجلود بالدباغ إلا الخنزير. ومن العلماء من يقول إلا الكلب والخنزير، وعلى خلافات أخرى كثيرة. ولكن قول النبي عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر يدل على ما ذكرنا. والخنزير مستثنى لأنه رجس حال الحياة، فلم يتنجس بالموت فقط، وإنما تنجس بكونه جلد خنزير، فضلا عن كونه لا يذكى فهو ميتة، فاجتمع فيه الأمران فلا تحصل طهارة بدبغ جلده. أما سائر الحيوانات فإذا دبغت طهرت ولو كانت غير مذكاة. هذا يحتاج إلى ثبوت النقل، ويحتاج بعد ذلك إلى إثبات أنه في شريعتهم كان دبغ جلد الحمار لا يذكيه. فقيل إنما أمره بخلع عليه تعظيما للبقعة، في بعض النسخ مكتوبة للبيعة، هي للبقعة. وقال سعيد بن جبير كما يؤمر الرجل أن يخلع عليه إذا أراد أن يدخل الكعبة. وقيل ليطأ الأرض المقدسة بقدميه حافيا غير منتعل. وهذه يعني لا تعارض بين هذه الثلاثة، أنه ربما كان هناك علة في النعل أو تعظيما لهذه البقعة المقدسة. وكما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن خلع النعل كان شريعة لموسى عليه السلام تأدبا. وأما في شريعتنا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن اليهود لا يصلون في النعال فخالفوهم، فشرع لنا أن يصلي الإنسان حافيا وأن يصلي منتعلا. والناس قد تعودوا كثيرا جدا على الصلاة حافي القدمين، وأصبحوا يرون أن الصلاة في النعال نوع من مخالفة الأدب، وربما رأوا ذلك عظيمة من العظائم، وهذا ظن غير صحيح. والبعض قد يقول كيف يدخل المسجد بالنعل ويجعلونها مصيبة من المصائب، ربما اتهموا صاحبه بإهانة الشريعة، وأنه ربما يعني زادوا في التهم أكثر من ذلك، ربما كفروه لأنهم يظنون أنه يهين الشرع، وليس كذلك. فالمسجد يمكن أن يدخل بالنعل، ويستحب أن يصلي في النعال أحيانا، ولكن هذه شريعة موسى عليه السلام. لماذا؟ الله عز وجل أعلم. لا مانع أن تكون هذه الثلاثة كما ذكرنا علة في النعل، أنه غير كان من جلد حمار غير مذكى، أنه أمر أن يعظم البقعة بخلع عليه كما يخاطب الملوك ونحو ذلك وإذا حضر في حضرتهم، أو أنه أراد أن يمس الأرض المقدسة في بيديه برجليه غير منتعل. وهذا الوادي المقدس يعني مطهر، فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وهذا كالتعليل للأمر بخلع النعل، أنه في وادي مقدس، فيمكن أن يكون حكم هذا الوادي المقدس في شرع موسى أن يخلع فيه تخلع فيه النعال، أو ليأخذ البركة، أو ليطأ الأرض مباشرة بقدميه، أو لأن الوادي المقدس لا يناسبه أن يلبس نعلا من جلد حمار غير مذكى، إن صح الأثر عن الصحابة رضي الله عنهم. قال إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال علي بن أبي طلحة بن عباس واسم للوادي، طوى اسم للوادي، وكذا قال غير واحد. فعلى هذا يكون عطف بيان. فقيل عبارة عن الأمر بالوطء بقدميه، طوى يعني طاء الأرض بقدميك، هذا بعيد. وقيل لأنه قدس مرتين وطوي له البركة وكررت، والأول أصح أنه اسم للوادي، وكل التوجيهات الأخرى فيها نوع من التكلف والله أعلم. فأصح ما ثبت عن ابن عباس أنه اسم للوادي، إنك بالوادي المقدس طوى.
هل يشرع للمسلمين أن يزوروا الوادي المقدس في جبل الطور؟ نقول أولا، نحن لا نعلم عين هذه البقعة التي كلم الله منها موسى عليه السلام، ولا عين هذا الوادي بالتحديد، لأنه لم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه البقعة، ولم يجدد معالمها شرعا حتى نعرف حدود هذا المكان. ثم لم يشرع لنا في كتاب ولا سنة شد الرحال إلى هذا الوادي، وقد تكون الأرض مقدسة في زمن ولقوم ومدة معينة، ثم بعد ذلك يكون حكمها غير ذلك، وقد يبقى التقديس وهو التطهير، لكن لا يشرع لأمة من الأمم أن تعظم هذه البقعة بعبادة من العبادات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. ولذلك نقول الصحيح أنه لا يشرع ولا يستحب شد الرحال، بل لا يجوز شد الرحال إلى الوادي المقدس، ولا أن يخصص بصلاة ولا باعتكاف ولا بشيء من العبادات. ومن ذكر، من يعني عزم على الذهاب إلى هذا الوادي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قد ترك هذا من هو أعلم وأفقه منه، وقالوا إن الأرض لا تقدس أحدا، ولكن يقدس الإنسان عمله، فالعمل هو الذي يطهرك. ولو كانت هي أرض مقدسة، لكن إذا عاش عليها الكفار لم تقدسهم، هي أرض مقدسة غلب عليها قوم كفار. قد كانت مكة المكرمة وهي كانت ولم تزل أرضا مقدسة مطهرة، غلب عليها مشرك قريش فلم تطهرهم ولم تنفعهم وليسوا بأولياء البيت الحرام، واليهود غلبوا على بيت المقدس، والنصارى غلبوا عليه مدة من الزمن وهي أرض مقدسة، وقبل أن يدخلها موسى عليه السلام كان فيها قوم جبارون، وكانت مقدسة ولم تقدسهم. ولذلك كان فقه الصحابة رضي الله عنهم عظيما حين قالوا: إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله، يطهرك عمله. كلمة مقدس يعني مطهر، طهرها الله عز وجل وأمر بأن تقام فيها دعوة التوحيد. فلا يشرع الذهاب إلى الوادي المقدس طوى، ولا ندري هل باقي هذا التقديس في شرعنا أم هو خاص بزمن ما، الله أعلم. هو وادي قدسه الله عز وجل، ونتوقف عن أكثر من ذلك. قال: وقوله وأنا اخترتك كقوله إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أي على جميع الناس من المولودين في زمانه. وقد قيل إن الله تعالى قال: يا موسى أتدري لما خصصتك بالتكليم من بين الناس؟ قال: لا. قال: لأني لم يتواضع إلي أحد، أو لأني لم يتواضع إلي أحد تواضعك، إنما تواضع الإنسان لله عز وجل رفعه الله، وموسى عليه السلام رفعه الله رفعا عظيما. وقد نقل أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة في مراتب تفضيل الأنبياء أن أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى صلى الله عليه وسلم. وهذا ظاهر جدا من حديث المعراج، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رفع فوق موسى بكى موسى عليه السلام، فقال:
ما قال لربه عز وجل: ما ظننت أن ترفع أحدا فوقي، ما ظننت أن ترفع أحدا فوقي. ولولا ما دل عليه الدليل من ذكر إبراهيم عليه السلام بأنه خير البرية، أي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وإن الله قد اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، لكان في ترتيب الفضل شأن آخر. لكن الذي دلت عليه الأدلة فضل موسى صلى الله عليه وسلم بعد محمد وإبراهيم صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن عباس في ذكر فضائل الأنبياء: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذا صحيح عنه، والرؤية رؤية القلب. قوله عز وجل: وأنا اخترتك، يعني أنا اصطفيتك، والله وربك يخلق ما يشاء ويختار، يختار يجتبي يصطفي، هو سبحانه وتعالى يصطفي من شاء بما شاء. وهذا من أعظم، أو هو أعظم ما يأخذ بقلب العبد إلى محبة ربه عز وجل، أن يعلم أن الله اصطفاه. وقبل أن يكلف التكاليف العظيمة التي تقتضي التضحية بكل شيء في سبيل الله عز وجل، فيخبر الله سبحانه وتعالى من اجتباه واصطفاه بأنه قد اختاره لذلك، فيأخذ بقلبه إليه سبحانه وتعالى، فعند ذلك يتأهل لتحمل الفتن وتحمل المشاق وتحمل الابتلاءات ومتاعب الطريق ومصاعب الدعوة إلى الله، يتحمل كل ذلك بنفس ساكنة مطمئنة. وتأمل مثل هذا الموقف، أو مثل هذا الأمر أيضا، في قول الملائكة لمريم قبل أن تخبر بالابتلاء العظيم الذي ابتليت به فصبرت وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، من وجود الولد منها من غير زوج ولا سيد وما قد تتهم به. فقبل ذلك قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، إلى قوله: وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. فهذه تهيئة وذكر الاختيار والاجتباء يعرف الإنسان بمنزلته التي أعدها الله له وهيأه لها، فلذلك يربأ بنفسه أن يضيع ذلك، لأنه يعلم أن له عند الله عز وجل، أن له عند الله سبحانه وتعالى قدرا. واجتباء الله واختياره أعظم نعمة ينعم بها على عبد. والاجتباء والاختيار درجات ومنازل، وكل والأنبياء قد اختارهم الله للنبوة، والرسل قد اختارهم الله للرسالة، وموسى اختاره الله للتكليم، وإبراهيم اختاره الله للخلة، ومحمد صلى الله عليه وسلم اختاره الله للخلة المؤكدة. خلة إبراهيم كانت من وراء وراء، خلة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم، اختاره لختم النبوة والرسالة، اختاره للمقام المحمود، واختاره لأن يبعث للناس كافة، فاختاره الله لجمل من الفضائل. هل للمؤمن نصيب من ذلك أم هذا للأنبياء فقط؟ نقول: بل الله عز وجل ذكر المؤمنين باصطفائه واجتبائه، فقال عز وجل: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، هو عز وجل الذي سماك، هيأك قبل أن تولد وقبل أن توجد، سماك مسلما، وسمك بعلامة الإيمان، جعلك من أهل قبضة اليمين، سماك باسم الإسلام،
كل ذلك من فضله عز وجل. هو عز وجل سماكم مسلمين من قبل، قبل أن توجدوا وتولدوا وقبل أن يولد آباؤكم، سماكم مسلمين في الكتب المتقدمة وعلى لسان نبيه إبراهيم حين قال: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هو سماكم مسلمين من قبل، وفي هذا أي في القرآن، هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فالله اجتبى هذه الأمة للوسطية ولمقام الشهادة. فإذا تذكرت أن الله اختارك من بين الناس لتكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لتكون من الأمة الوسط التي تشهد على الخلائق، الله ارتضى شهادة المسلمين وجعلهم يشهدون على غيرهم من أهل الملل، يستشهد الأنبياء بهم. يقال لما ينكر قوم نوح فيقال لنوح: من يشهد معك؟ فيقول: أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأمة محمد تشهد لنوح وتشهد للأنبياء على أقوامهم لأن الله ارتضى شهادتهم، وأنت واحد من هذه الأمة، قد اجتباك الله واختصك بأن جعلك مسلما فتفضل عليك بهذا الدين، وغيرك ممن ولد في نفس الزمن وعاش ربما في نفس المجتمع أو عاش في بقعة أخرى من الأرض وأعطي عقلا كعقلك، وربما فاقك في بعض الأمور الدنيوية وفاقك ربما في بعض الأمور المال من المال والجاه، واختارك الله أنت دونه، بل أنت إذا ثبت على هذا الدين واحد من ألف، واحد إلى الجنة وتسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار من بني آدم. فاجتباك الله عز وجل من بين هؤلاء الخلق الذين عاشوا في نفس الزمن وفي نفس الظروف وبنفس العطاء الدنيوي، اختارك الله فهداك لهذا الدين، ثم اجتباك ثانية فمن عليك بأن تكون من أهل السنة، واجتباك ثالثة أن التزمت بهذا المنهج. فهناك من يعيش حياته ضائعا في البدعة والضلال، لو أراد أن يلتزم لا صار التزامه نقمة والعياذ بالله. تخيل إنسان من الرافضة مثلا أو الخوارج عندما يريد أن يلتزم بالدين فيعلم أن الدين هو سب أبي بكر وعمر، أو هو تكفير الأمة، تكفير الصحابة والمسلمين ومن بعدهم، عقيدة الخوارج، فهذا والعياذ بالله بلاء عظيم، رغم أنه بالنسبة إلى اليهود والنصارى قد اجتبي إلى إله إلا الله محمد رسول الله، ومع ذلك فهذا من منن الله عز وجل علينا أن جعلنا من أهل السنة ثم وفقنا للالتزام. تذكر اختيار الله عز وجل لك وما من به عليك من العلم والعمل الصالح لكي تحب ربك سبحانه وتعالى. هذا الكلام الذي وقع لموسى عليه السلام في هذه المواطن، في هذا الموطن، في موطن الوادي المقدس عند جبل الطور، كان تمهيدا وتهيئة لموسى صلى الله عليه وآله وسلم حتى يقوى على ما أعد له من الأعباء العظيمة، لكي يعني يتوجه قلبه إلى الله عز وجل بالحب، لأنك إذا علمت أن الله اختارك أنت الصغير الضعيف العاجز الذي لا تساوي هباء بالنسبة إلى هذا الكون المتسع، الله يريدك أنت، عندما تعلم أن الله اجتباك تسمع: هو اجتباكم، هو اختاركم، هو اصطفاكم، اختارك أنت من بين هذا العالم. كم أنت أيها الإنسان، كم تساوي مساحة زمانية ومكانية، كم حجمك بالنسبة إلى هذا الكون الواسع؟ الله يريدك أنت. فماذا يكون حال القلب عندما يسمع: وأنا اخترتك؟ وموسى عليه السلام اختاره الله اختيارا خاصا خاصا خاصا، وكما ذكرنا لك أيها المؤمن نصيب من ذلك حين تسمع هو اجتباكم، وهذا يؤدي إلى أن تحب الله من كل قلبك وأن تعرف فضله سبحانه وتعالى ونعمته
وتتوجه إليه بالشكر لهذا الاجتباء حيث لم تكن شيئا حتى يجتبيك، وأنت الضعيف العاجز يعني صغير الزمن والمكان والحجم وكل شيء، القوة والقدرة، والله يريدك أنت. حولك أجرام هائلة ومخلوقات أكبر من خلقك بكثير، والله يريدك أنت. جعلك من بني آدم، وجعلك من أهل الإسلام، وجعلك من أهل السنة، وجعلك من أهل الالتزام بمنهج أهل السنة، ووفقك للعلم والعمل. اللهم لك الحمد. عند ذلك تحب الله سبحانه وتعالى من كل قلبك. حب موسى صلى الله عليه وسلم لله عز وجل ظاهر عظيم الظهور، وحب الله لموسى ظاهر عظيم الظهور من هذه الآيات. الله يحب موسى عليه السلام وألقى عليه محبة منه، ولذلك لابد أن تحب موسى صلى الله عليه وسلم، وأن تعلم أن الله اختاره واجتباه فتحبه لأجل هذا الاختيار وهذا الاجتباء. قال: وأنا اخترتك، كقوله إني اصطفيتك على الناس برسالتي وكلامي، وقوله فاستمع لما يوحى، أي استمع الآن ما أقول لك وأوحيه إليك. قضايا الدين الكبرى سوف تذكر في هذا المقام. أول قضية قضية التوحيد: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. يقول هذا أول واجب على المكلفين، أن يعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقوله فاعبدني، أي وحدني وقم بعبادتي من غير شريك، وأقم الصلاة لذكري، قيل معناه صل لتذكرني، وقيل معناه أقم الصلاة عند ذكرك لي. ويشهد لهذا الثاني ما قال الإمام أحمد بسنده عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال: وأقم الصلاة لذكري. في الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أقم الصلاة لذكري، إذا ذكر الله علم أن عليه حقا له فأدى الصلاة، إذا نسيها تذكر حق الله عليه حين تذكر الصلاة الواجبة فيقوم فيصليها، وحتى لو كانت نافلة راتبة فنسيها فليصليها إذا ذكرها، كما ثبت في الحديث أيضا: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، أول قضية وأعظم قضية، ظاهرة جلية في كل نصوص الكتب المنزلة من عند الله عز وجل، قضية التوحيد، قضية لا إله إلا الله. ومن أعظم النعم على أهل الإسلام أن هذه الكلمة صارت شعارا لهم يعرفهم الناس بها، وهذا والله من أدلة صدق محمد صلى الله عليه وسلم عند من يتدبر ويتأمل. لأن الأمم السابقة رغم أن كتبها اليهود والنصارى تنص كتبها تنص على أن هذه المسألة هي أول الكل وأكبر من كل المسائل، الرب إلهنا رب واحد، هذه أول الوصايا العشر لموسى صلى الله عليه وسلم، وهي التي أكد عليها المسيح عليه السلام، وهذا موجود في التوراة إلى يومنا هذا، وفي الإنجيل إلى يومنا هذا، حتى يعني في الإنجيل لأنهم قالوا: يا أيها المعلم، للمسيح: أي الوصايا هي أول الكل؟ قال: كما هو مكتوب، ردهم إلى التوراة، كما هو مكتوب: الرب إلهنا رب واحد. ولا يوجد في الأمم من يجعل هذه القضية قضيته الكبرى إلا أهل الإسلام، ولا توجد أمة ترفع شعار لا إله إلا الله إلا أمة الإسلام، مع أنها أول وصية بلا نزاع بين الأمم الثلاثة، لكن منة الله على المسلمين، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بدين الأنبياء وبه يقوم دين الأنبياء، وبدون هذه الكلمة لا يقوم دين الأنبياء بل يقوم دين آخر ليس دين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
أما النصارى فجعلوا شعارهم الصليب، وجعلوا اعتقادهم التثليث، حاولوا الهروب، حاولوا التأويل، التحريف، لا شك أنهم يقولون بذلك، شعارهم الصليب هذا لا ينكرونه. جعلوا قضية الفداء المخترعة هي أصل الديانة، أنه لا يقبل من إنسان صرف ولا عدل ولا شيء ولا عمل حتى يقبل المسيح فاديا لخطاياه، المسيح المصلوب، يزعمون أنه من أجله صلب، وهو والله اعتقاد عجيب الشأن لا يقبل عند عاقل. كيف يكون قتل ابن الإله بزعمهم سببا لنجاة الإنسان؟ وكيف يتحمل إنسان آلام عن غيره في ذلك؟ ثم ما مصير البشرية قبل مجيء المسيح؟ وكيف كانوا يخدعون إذن؟ كيف كانوا يخدعون بأن تنزل الكتب وترسل الرسل وأنتم تقرون بأنه قد نزلت كتب، وأنتم تقرون بأنه أرسلت رسل، ولم تتضمن هذه القضية وليس فيها قط إلا الأمر بالتزكية وإصلاح النفس بالتوحيد أولا واتباع الرسل؟ فالعجب أن تكون هذه القضية القضية الكبرى التي لا يقبل من أحد سواه. ما شأن الأمم قبل ذلك؟ هل أغرقت أمامهم أبواب الجنان وفتحت أبواب النيران لأنه لم يفديهم المسيح ولم يعرفوا أصلا بوجودهم، عامتهم بوجود عامتهم لم يعرفوا وجود المسيح، وإن كان هناك إشارات لكن لا يعلمها إلا أحد الناس، إشارات لوجود المسيح أصلا، ولكن لم يكن تمتكن هذه القضية هي القضية المذكورة في التوراة مثلا. من يقرأ العهد القديم يجزم بأن قضية لا وجود لها، قضية الفداء، أن هناك من يتحمل خطايا البشرية الموروثة من أبيهم آدم عليه السلام حتى ينال الرضوان الله عز وجل. يعني لا يوجد أن هناك من يتحمل خطايا البشرية حتى يقبل الناس عند الله، لا، الوصايا كلها على أن بعملك تتبرر، بصلاحك وطاعتك لله وتوحيدك لله تكون بارا وعند الله مقبولا. أما فكرة الخطيئة الموروثة والفداء عن طريق الصلب فكرة مخترعة جزما، لا يمكن لعاقل أن يقرأ الكتاب القديم عن التوراة والزبور والأسفار المختلفة، أسفار الأنبياء، ثم يقول هذه هي الفكرة الموجودة فيها وهذه هي محور حياة البشرية، مستحيل، لا يمكن أن يولد ذلك. لا، وهم لا يقرون بهذا الأمر، النصارى لا ينكرون هذا الأمر، لا ينكرون أن الكتب المتقدمة ليس فيها ذلك. ولذلك عجب، ما شأن البشرية قبل ذلك؟ لم تقبل المسيح مصلوبا ولم تعتقد ذلك ولم تقبله فديا للخطايا، فكل البشر قبل ذلك كانوا هلكة، سبحان الله. أما اليهود فشعارهم العصبية الهائلة لليهود ولجنسهم، وكأن العالم كله لم يخلق إلا من أجله، وهذا مما لا يشك فيه أحد أن قضيتهم الأولى تعظيم أمر بني إسرائيل، وأن هذا الشعب هو الشعب المختار المجتبى دون غيره من الشعوب، ولا هم لهم في نشر التوحيد في الأمم، لأنه هذا الدين اليهودية دين لا ينتشر. لماذا؟ غير قابل للانتشار، لأنه مبني على أنه لا يتهود إلا من ولد يهوديا من أم يهودية، غير مقبول أن الإنسان يتهود، يعني مغلق أبواب الجنان أمام العالم إلا أن يكون من البداية مولود يهوديا، مولودا على اليهودية، وأما غير ذلك فلا سبيل للنجاة لك. وهم لذلك لا يرون أنه يحسن أن يؤخذ الخبز من الأولاد ويرمى للكلاب، الأمم كلها كلاب، لا يحسن أن تعطى العقيدة الصحيحة أو الدين الصحيح، خبز ده خبز للأولاد، بس الدين ده دين للأولاد، أما الكلاب فلا شأن له، ليس حسنا أن يأخذ خبز الأولاد ويرمى للكلاب. لذلك لا ليس عندهم أصلا دعوة التوحيد في العالم، دعوة التوحيد، وإن زعموا أنهم يعتقدون في الإله الواحد إلا أنهم عندهم من أنواع الشرك والكفر. ثم كما ذكرنا ليست قضيتهم، هم يستبيحون نشر الإلحاد، إنكار وجود الله،
الشيوعية الولودية الإباحية أنواع الشرك يتعاونون مع عباد البقر وعباد الأوثان وفي ضد دعوة التوحيد، لأنهم يقرون أن دعوة التوحيد لا أهل الإسلام عليها قطعا وأقيما، لا يوجد من يشك أن لا إله إلا الله هي كلمة المسلمين، ومع ذلك يقدمون يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. عباد الأوثان أفضل عندهم، لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يقفون في وجوههم في الحقيقة، ولأنه إنما يمكن أن يتحول يهودي إلى الإسلام، وهذا مستحيل أن يقع بالعكس، ولا يقبلونهم يعني أن ولا يرضون أن يتحول أحد إلى اليهودية كما ذكرنا. فعصبيتهم الجاهلية والنظرة نظرة الاحتقار لأمم العالم، وأنهم خلقوا ليكونوا عبيدا وكلابا لليهود، وهي يعني أمر يطبقونه عمليا. فسبحان الله، فعلا دون هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله التي من الله بها على أهل الإسلام، ما يقوم دين الأنبياء، لأن هؤلاء قد ضيعوا. فأول كلمة أمر الله موسى أن يستمعها: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فمن صلى ذكر الله عز وجل، ومن ذكر الله صلى، كلاهما المعنيان مذكوران في التفسير كما سمعتم: صلي لتذكرني، لأن الصلاة فيها ذكر، وإذا ذكرت الله فقم فصل، لأنك بذلك تؤدي حق الله في ذكره. لا بد أن تذكر الله سبحانه وتعالى كما وصف الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى: أقم الصلاة، قال سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، ذلك ذكرى للذاكرين. فمن حافظ على الصلوات الخمس، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، الصلوات الخمس في تفسير عامة السلف، من أقام هذه الصلوات الخمس فقد ذكر الله عز وجل وكان من الذاكرين، إذا أداها على ما يحب الله وبالخشوع المطلوب وبالأركان التي شرعها الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبفعله، فهذه الصلاة ذكرى للذاكرين. فإقامة الصلاة لذكر الله عز وجل. ولذلك من يعني لم يذكر الله في صلاته لم يكتب له إلا ما ذكر الله فيها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: ينصرف الرجل من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، ثلثها، ربعها، حتى بلغ عشرها. فما ذكر العبد ربه بقلبه في الصلاة هو المقبول، لأن الصلاة هي ذكر الله عز وجل. قضية التوحيد، قضية الصلاة، هذه قواعد الإسلام، نعمة من الله عز وجل أن نكون نحن الذين نلتزم بما أوحاه الله إلى موسى عليه السلام، وبما أوحاه الله إلى عيسى، وبما أوحاه الله إلى كل الأنبياء: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. قضية العبودية هي قضية الإنسان الأولى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكما ذكر ابن كثير: فوحدني، فاعبدني أي وحدني، وقم بعبادتي من غير شريك. الرب إلهنا رب واحد، لا يعبد الله من يعبد غيره معه، ليست هذه بعبادة مقبولة، الشرك محبط للعمل. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني ولو كنتم تزعمون أنكم تعبدون الله لكن لم تعبدوا الله حيث لم توحدوا. ثم قضية الإيمان باليوم الآخر: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، قال ابن كثير: أي قائمة، إن الساعة آتية أي قائمة لا محالة وكائنة لا بد منها. وقول أكاد أخفيها، قال الضحاك بن عباس أنه كان يقرأها أكاد أخفيها من نفسي، يقول لأنها لا تخفى من نفس الله أبدا. وقال سعيد بن جبير بن عباس: من نفسه أكاد أخفيها أي من نفسي. وكذا قال مجاهد وأبو صالح ويحيى بن رافع. وقال علي بن أبي طلحة لابن عباس: أكاد أخفيها، يقول: لا أطلع عليها أحدا غيري.
وقال السدي: ليس أحد من أهل السماوات والأرض إلا قد أخفى الله عنه علم الساعة، وهي في قراءة ابن مسعود: إني أكاد أخفيها من نفسي، يقول: كتمتها عن الخلائق، حتى لو استطعت أن أكتمها من نفسي لفعلت. وقال قتادة: أكاد أخفيها، وهي في بعض القراءات: أخفيها من نفسي، ولعمري لقد أخفاها الله من الملائكة المقربين ومن الأنبياء والمرسلين. كل السلف على اتفاق على ذلك، على أن الساعة لا يعلم وقت قيامها إلا الله، ونص القرآن. قال ابن كثير: قلت: وهذا كقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقوله: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، أي ثقل علمها على أهل السماوات والأرض. روى ابن أبي حاتم عن ورقاء قال: أقرأنيها سعيد بن جبير: أكاد أخفيها، أخفيها يقول أظهرها. ثم قال: أما سمعت قول الشاعر: دام شهرين ثم شهرا دميك، أنا ما أعرفش في الشارع على فكرة طول عمري، برتكين يخفيان غميرة، هي كده برضو؟ أيوة، بأربكين، هو الظاهر برضو صعب عليه عشان كده سقطوا فيها، بأربكين يخفيان عميرة، بأربكين. قال السدي: غميرة، الغمير نبت رطب ينبت في خلالي يبس، والأرتكين الأربكين موضع، والدميك الشهر الثاني. وهذا الشعر لكعب بن زهير. نعم، نعم، يعني لأن هذا ليس من صفة العلم، ليست من صفات الأفعال التي تتعلق بالقدرة والمشيئة، بل هي صفة لازمة لذات الرب عز وجل. لا نقول أن الله يعلم إذا شاء ويجهل إذا شاء، لا، هو يعلم سبحانه وتعالى صفة ذاتية لله، ولذلك صفة العلم لا تتعلق بالمشيئة، فلا تتعلق بالاستطاعة، لا تتعلق بالقدرة. العلم حاصل لا يمكن أن يقع غير ذلك. أيوة، نعم، ليس فيها ما يستنكر، يعني هذا ليس مما يتعلق بالقدرة فيوصف أن الله يستطيع أن يفعله أم لا. يبقى أي واحد يقول لك: وربنا يستطيع أن يخفي الساعة من نفسي، واحد جاهل يقول لك: يقول: لا، هي الأمر ليس متعلقا بالإيه؟ بالاستطاعة، ليس متعلق، لأن صفة ذاتية لله، عن صفة العلم. هو طبعا على قراءة أخفيها يعني أظهرها، يعني من كثرة أشراطها التي يخبر الله عز وجل بها، ولكن على القراءة التي نقرأها كده: أخفيها، أي من نفسي، كما ذكر غير واحد من السلف. بمعنى، هو طبعا الإشكال ليه قالوا أكاد أخفيها من نفسي، لأن كلمة أكاد أخفيها معناها إن هو لم يخفيها الإخفاء التام، فيبقى في بعض الناس يعلمها، ونصوص الكتاب والسنة قاطعة في أن الساعة لا يعلمها إلا الله، فعشان كده ذكروا: وأكاد أخفيها من إيه؟ من نفسي، لشدة إخفائها. والله أعلم وأعلم. وده الصحيح خلاف القراءة غير المشهورة الأخرى: أخفيها. العجب أن النصارى عندهم في الإنجيل أن المسيح قال: وأما وقت قيام الساعة فلا يعلمه أحد، ولا الملائكة الذين في السماوات، ولا الإبن، لا يعلمها إلا الآب. يزعمون أن المسيح قال ذلك، طبعا أخطأ في الترجمة، بس الحاجة العجيبة أنهم يعتقدون أن الله هو المسيح، ومع ذلك يقولون أن الإبن لا يعرف وقت قيام الساعة. إيه العجب ده؟ إذا كان هذا أحد الأقانيم الذي هو شخصية أخرى للإله فقط، فكيف لا يعلم بالنص وقت قيام الساعة؟ حاجة ما يعرفوش بالدور، لا يمكن أن، لكنها بقايا العلم الذي نقله المسيح عليه السلام، وأنه لا يعلم وقت قيام الساعة، وحرفهم الألفاظ الأب والابن، لكن نص كده أن ده دليل، ده أوضح دليل على أن الابن ليس هو الأب، وأنه لا يمكن أن يكون هما شيئا واحدا، لأن الابن لا يعلم وقت قيام الساعة، والأب هو الذي يعلم وقت قيام الساعة، يبقى إزاي تقول إن هما إله واحد بعد كده؟
يبقى ازاي بتزعموا انهم شيء واحد؟ انها من ابطأ البطل. قضية القيامة والساعة اليوم الاخر القضايا الكبرى كما ذكرنا. وقوله سبحانه وتعالى تجزى كل نفس بما تسعى اي اقيمها لا محالة لاجزي كل عمل بعمله. يعني دي اللام اللام التعليل دي هي ايه؟ ان الساعة آتية متعلقة باتيان الساعة وليس باخفيها. ان الساعة آتية لتجزى كل نفس بما تسعى، قضية الجزاء والثواب والعقاب. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال تعالى انما تجزون ما كنتم تعملون. وقوله فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. المراد بهذا الخطاب احد المكلفين، اي لا تتبع سبيل من كذب بالساعة واقبل على ملاذه في دنياه وعصى مولاه واتبع هواه، فمن وافقهم على ذلك فقد خاب وخسر. فتردى اي تهلك وتعطب. قال الله تعالى وما يغني عنه ماله اذا تردى. قل قولي هذا استغفر الله. ايه الا ما يرتضى من الرسول يطلعه على بعض امور الغيب لكن دون تفصيل يزيل عنها وصف الغيب. يطلعه على بعض امور ويبقى بعضها مجهولا للرسول، زي ما الرسول اخبر باهوال القيامه وتفاصيل الساعه كثيره جدا ومع ذلك بقي وقتها ايه؟ مجهولا. الرسول اخبر باشراط الساعه، طب تقول لي سيدنا عيسى هينزل سنه كام؟ ما نعرفش. المسيح الدجال هينزل سنه كام؟ ما نعرفش. هذا من الغيب. حكم من يثبت الاسماء وانفي الصفات كالمعتزله. هذا من اعظم الضلال، وهذا في الحقيقه نفي الصفات من الكفر والعياذ بالله. ولكن لا يكفر المعين الا بعد قمد الحج. وكذا الاشاعره الذين يثبتون بعض الصفات. والاشاعره لانهم يؤولون الصفات الاخرى ولا ينكرون كل الصفات لا يكفرون في قول عامه اهل العلم. فحكم من يسب الصحابه ويكفرهم وعلى رأسهم أبو بكر وعمر. أما تكفير الصحابة رضي الله عنهم فهذه عقيدة كفرية والعياذ بالله. وقول من الضلال المبين لا يصدر إلا من كافر أو جاهل مبتدع ضال لا يدري. ولكن تكفير المعين لا بد من استفاء الشروط وانتفاء المانع فيه. فإن علي رضي الله عنه مقطوع بأنه مؤمن ومن أهل الجنة، وعلامة الإيمان حب علي رضي الله عنه، وقد كفره الخوارج وقتلوه ومع ذلك لم يكفرهم علي رضي الله تعالى لتأويلهم. فهذا التأويل ولو كان مقطوعا ببطلانه قد يمنع من التكفير. بعد قيام الحجة يكون كافرا. هل يجوز الإجهاض قبل نفخ الروح من غير عذر شرعي؟ الإجهاض بعد 42 ليلة لا يجوز، وأما قبل ذلك فحكمه حكم العزل مكروه، ومن العلماء من يقول محرم، ولا يقول أحد أنه مباح مطلقا، فإن هذا عند طائفة من العلماء كما ذكرنا محرم حتى عند من يكره العزل فقط، وعند طائفة أخرى مكروه كراهية منع النسل والحمل. وذكرنا ذلك لأن الشرع قد جعل في الجنين غرة إذا أسقطت المرأة ما ظهر فيه خلق الإنسان، وجعل فيه جعله جناية، وهذا يدل على تحريم هذه الجناية وعدم جوازها ووجدت فيها العقوبة. وقد ثبت للحديث وبالطب أن بداية تخليق الإنسان يكون عند 42 ليلة، الحديث أولا طبعا ثم بالطب، أن فعلا عند 42 يوم يبدأ تخلق الإنسان وخلق أجزائه المختلفة، ويكتمل خلقه عند 56 يوما، يعني بداية الخلق، ثم ينمو حجميا بعد ذلك من 56 يوم إلى 9 أشهر. فهذا يؤكد أنه يمكن معرفة
أن هذا الحمل قد صار فيه تخليط، وبالتالي فلا يجوز الإجهاض في هذه بعد هذه المدة. ايه حكم الغاء؟ حكم ايه؟ حكم المرتد، مع العلم انه منسوب الى اهل العلم. لا، هذا ضلال مبين، بل انكار حكم المرتد وخالف لاجماع اهل العلم لا يكون عالما ابدا، بل هو اما زنديق من المنافقين، واما جاهل لا يدري شيئا. وقد اجمع المسلمون على ان الرجل المرتد يجب قتله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. والخلاف عند اهل العلم فقط في المرأة المرتدة، والجمهور على ان المرتدة يلزم قتلها ايضا. الحنفية قالوا تحبس حتى تعود، اما الان فهم يقولون بل من حقهم ان يرتدوا. وهي هذه الكلمة، ان من حقهم ان يرتدوا، كفر. على فاعل الإجهاض بعد ثبوت تخليط الإنسان. طبعا الأمر ده مبني على في الإجهاض على ما تلقيه المرأة، لأنه أحيانا يكون الجنين قد مات في داخل الرحم وتوقف نموه قبل الأربعين واستمر بقاؤه حتى ما بعد الأربعين. فإذا ألقت المرأة ما ظهر فيه تخطيط وخلق إنسان، وهو كما ذكرنا يدل على أنه مر بعد 42، وكان ذلك نتيجة جناية عليها، فعلى من جنى عليها أن يؤدي دية الجنين غرة، عبد أو أمة، تقدر بعشر دية الأم، خمس من الإبل. وإذا وعلى عند طائفة من أهل العلم، وهو الصحيح، أنه بعد هذا التخليق يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين. هذا عقوبة من يجهض هذه المرأة، هي والطبيب المشارك إذا كان طبيبا، والآمر بذلك، والله أعلم. والآمر بذلك والمعين عليه. هو بالنسبة للدية كله يعني ثلاثة مشتركين، اشتراك في الدية نعم. وأما بالنسبة إلى الكفارة صيام شهرين، فالظاهر على من باشر بالفعل، إلا أن يكره الزوج المرأة، أو يعني يأمر الطبيب بذلك ويكرهها، فعليه أيضا كذلك. يقول: يعلم أن الله عز وجل هو الرزاق، وعنده يقين تام. في بعض الأحيان يحدث له ضيق نظرا لتأخر في وصول العمل. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ هو في الحقيقة يحتاج اليقين هذا إلى تطبيق عملي. يحتاج اليقين إلى حال قلبي، إلى رضا بقسم الله عز وجل وقضاء الله. أما المعرفة فحاصلة، لكن الإيمان واليقين ليس معرفة فقط. الإيمان يحتاج إلى عمل قلبي وحال. تدبر في أن الأنبياء قد مروا بلحظات ضيق. سيدنا موسى كان جائعا، لا مأوى له، لا عمل له، لا بيت له، لا زوجة له، وقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فأكثر هذا الدعاء، نسأل الله بفرج الكرم. وإذا كان يحصل فرصة عمل في مقابل حلق لحيته، تردد بعد بعض الشيء لكن الله ثبته، اللهم لك الحمد، نسأل الله يثبته على الدوام. وهذا ليس تناقض، هذه من الوساوس التي تعتري كل إنسان، والمطلوب أن يردها ويثبت على الحق. سبحانه وتعالى.